السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا مع موضوع ال CSS. خلينا نشوف هنا ممكن نعمل حركة جميلة بال CSS. على سبيل المثال مثلا إذا نريد نغير background color للسكشن. طيب هذا السكشن أنا ما أحتاج أغير أي شيء ولا أحتاج إلى ID ولا حتى def، فقط مجرد سكشن. تمام، مجرد سكشن. لا خلونا نعمل له ID لأنه ممكن يكون يعني حتى لا يندمج مع باقي السكشنز. تمام، my color. طيب ناخذ هذا الاي دي، سيف، نجي على سي اس اس، هنا نجي نعمل لنا كنترول زي هاشتاج لانه هو اي دي. نجي نقول انه background color، background color راح يكون باللون ال أخضر فارزة منقطة. هذا بالنسبة للباكجراوند. نقدر نستفاد من الميديا، يعني at media، لاحظ ميديا، ونجي نعطي له كويري. الكويري شو يقول؟ يقول لي only screen and مثلا الماكسيمم width لما يكون على سبيل المثال 600px. تمام، لما يكون maximum 600px. لاحظ التغيير ايش راح يصير لما اجي اضيف الميديا. اقدر اضيف هذا ايضا في داخلها واقول الباكجراوند حيتحول لونه الى هذا اللون. تمام، بهذا الشكل. خلونا نجرب. لو اجينا على صفحة عملنا رفرش نزلنا للأسفل، لاحظ في عندنا هنا اللون. تمام، خلينا نعطي سايز إلى أيضا، يعني إذا اجينا قلنا له سايز عفوا سايز width width يكون قديش، يعني مثلا 800px و height يكون ارتفاع يكون 400px. تمام، خلينا نجي نعمل هنا ريفرش. لاحظ الان عندي هذا اللون الاخضر. تمام، اي منهم ما كان اللون الاخضر؟ ثينك هذا كان احنا خربطت. خلينا ناخذ الاصفر، الاصفر اللي هو هذا. تمام، خلينا نعمل سيف ونسوي ريفرش. تمام، هذا هو الاصفر، يعني هذا العادي. تمام، لكن لما تصغر السكرين، الشاشة لما تصغرها 600 بكسل المفروض تتحول إلى لون آخر. خلونا نجرب. لو صغرنا السكرين نشوف بعد. I think هنا ما راح يتغير. ليش؟ لأن هو بتأثر على السكشن. نقدر نأثرها على مين؟ لاحظ لو جينا قلنا مثلا الويدث راح يكون 300. خلونا نشوف. اوكي، سو nothing change. هنا الباك جراوند كلر ميديا اونلي سكرين اند ماكس ويدث يكون 600px. مو اي ثينك لو جربناها ويا البادي راح تعطي نتيجه body، لأن هذا for screen. نجي نعمل هنا save، خلينا نشوف البادي. لاحظ الآن كلها باللون الأصفر، صح؟ هذا طبعاً لأنه body. مش محتاجين إلى width height. هنا أنا save، فقط الباكجراوند نغيرها. لاحظ لو أجيت على سبيل المثال صغرت. اوكي، سو اي ثينك نفس اللون مختارين، يمكن نفس اللون مختارين. لو نجي هذا نغيره مثلا بلون اخر، خلينا نشوف هنا لو عملنا ريفرش. لا والله مو نفس اللون، بس ليش ما بيتغير؟ والمفروض انه يتغير. هنا الباك جراوند كلر. تمام، عندنا مشكله هنا.
background color بهذا الشكل. أتصور نفس الشيء. وهنا الميديا نستخدمها يكون البادي في داخلها. Only screen and يمكن هنا عندي غلط. Okay, so إذا صغرتها نفس الشيء. Max width خلي يكون 400. ايه لاحظ تغير اللون تمام.